هنا المدينة العتيقة لطنجة، القلب النابض لعروس الشمال، بأزقتها البيضاء ذات الطابع الأندلسي ومعالمها التاريخية الشاهدة على حضارات إنسانية ضاربة في جذور التاريخ. تعاقبت على أرض جعلت منها الجغرافيا مسرحاً لأحداث ووقائع ألهمت المبدعين والمؤرخين. ملتقى الحضارات والأعراق والأديان، سحر وجمال جعل من عاصمة البوغاز جوهرة معمارية وقبلة تاريخية. فإذا كانت بعض المعالم قد أنصفها التاريخ وما زالت صامدة أمام المد الذي طال المدينة، فهناك من البنايات والمعالم التي طالها الإهمال وتركت لوابل الأيام. من هنا جاءت العناية المولوية الرامية لتثمين تراث المدينة العتيقة وإعداد عدد من المحاور تروم خصوصاً الحفاظ على هذا الإرث التاريخي وإعادة الاعتبار للتراث الثقافي والعمراني للمدينة العتيقة. يجب التنويه أن مشروع تأهيل المدينة العتيقة مر بسلاسة رغم تعقيداته الكثيرة بفضل الحرس الملكي والتتبع الميداني اليومي للوالي أمهيدية. يحق اليوم لساكنة مدينة طنجة وعشاقها وزوارها أن يفخروا بهذا الورج الذي سيعيد الاعتبار لهذا الرأسمال اللامادي، وبفضله ستسترجع طنجة وهجها الثقافي ورمزيتها التاريخية.